صباح الخير والطيب والرحمة، وكل عام وأنتم بخير بهذا الشهر الكريم شهر رمضان. ولو احنا تعدينا نصه بس هو يبقى كل عام وأنتم بخير، لأن كل يوم هو كل عام وأنتم بخير من شهر رمضان. اليوم مثل ما تشوفون عندنا هواية مواد. واحدة من الخوات اللي تتابع القناة سألتني أكو فد وصفات للرجيم، تدرون يعني هذا هاجس لكثير من الخوات والأخوة همينة وحقهم. جاوبتها قلت لها أنه أنا إن شاء الله راح أسوي فيديو عن عدد من الفقرات اللي هي تعتبر فقرات صحيحة صحية حياتية ممكن للجميع أنه يتبعها، وبالذات من يحب إنقاص الوزن. هذه الفقرات هي 9 فقرات. راح نبدأ الفيديو ونعرف شنو هاي الـ9 فقرات اللي احنا أنا مجربتها بنفسي بحياتي ومع أخوات أخريات وصديقات. يلا وياي حتى نبدي الفقرات 9. وصلنا للنقطة 7 اللي تفيدنا في عملية التحليل. طبعا كل الفقرات اللي نطرحها هي فقرات صحيحة صحية الجميع يجب أن يعتمدها في حياته بمختلف الأعمار، وبالذات للأعمار الكبيرة بعد 40 وبعد 50 وبعد 60. لكن بنفس الوقت هذه الفقرات الصحيحة والصحية هي الفقرات التي تؤدي إلى الخلاص من الدهون الزائدة وبالتالي إلى التلحيم. مثل ما تشوفون النقطة المهمة الابتعاد عن السكر، الابتعاد عن السكر الصناعي ابتعادا نهائيا وفورا. هاي الفقرة راح أقول عليها فورا. بديل السكر هو شنو؟ العسل الأسود، الدبس أو الستيفيا، سكر الستيفيا. سكر الستيفيا هو سكر من مادة نباتية، نبات الستيفيا، ويكون قليل السعرات الحرارية وما يوصل إلى الدم، يرفع يعني بالدم بشكل سريع مثل السكر العادي. ومثل ما تشوفون هو دائما أكو بيه فد عبوات، لأنه عبوات صغيرة. مع الابتعاد النهائي عن السكر الصناعي واعتماد السكر الدبس أو العسل الأسود، أو طبعا العسل الاعتيادي، العسل العادي ونوعية جيدة، بس العسل العادي هو السعرات الحرارية مادة فهو عالية، فهو جيد بالحالات الاعتيادية للناس الاعتياديين، بس في عمليات التنحيف السعرات مادة عالية، بس ممكن أيضا استخدامه بكميات قليلة. طبعا أنا مدى أقول أنه عمليات تنحيف وإذابة للشحوم وأنا لازم أستخدم دبس، لكن أقول اللي مبادي ويريد يبدي لازم يقطع السكر بشكل نهائي. فما راح يقدر يقطع السكر وشنو البديل الآني إلى أن يبتعد عنه؟ البديل هو الدبس أو سكر الستيفيا وبكميات محدودة وإحنا سابقا طلعنا أنه في الطريقة أنا أستخدمها هذه عبوة صغيرة مثل ما تشوفون سابقا، حتى أستخدم الدبس من عندها حتى ما تصير الكمية قليلة، حتى أقنن بالكمية اللي أستخدمها. هاي كانت نقطة السكر، بديل السكر الطبيعي بالمواد السكرية، بديل السكر الصناعي بالمواد السكرية الطبيعية.